العربية المتحدة في زيارة مفاجئة. الزيارة تأتي في ظل توتر تعيشه المحافظات الجنوبية على خلفية بروز خلاف بين بعض القوى الجنوبية المقربة من الإمارات والقوات التابعة لهذه. وكانت أبرز هذه المعارك بين الطرفين قد وقعت قبل أقل من شهر في مطار عدن بين قوات حماية المطار الموالية للإمارات وقوات حرس الرئاسة التي سعت إلى السيطرة على المطار، ما دفع طائرات إماراتية إلى قصف القوات المهاجمة. معي لتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي سيد ياسين التميمي عبر الأقمار الصناعية. سيد ياسين التميمي، هذه الزيارة المفاجئة للرئيس اليمني هل فعلا تذيب الجليد بين الرئيس هادي والإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن تفتح صفحة جديدة بينهما بعد توتر لا يمكن إخفاؤه؟ نعم، تحية لك أخي جمال ولمشاهدي قناة الحوار. هذه زيارة مفاجئة ولكنها مهمة للغاية، وأعتقد أن أسلوب إتمام الزيارة يثير للاهتمام، فهي زيارة رسمية كما أعلنت عنها على الأقل وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة. وأيضا يعني في تقديري أن زيارة كهذه لكونها أتت على خلفية توتر كبير جدا كاد أن يفضي إلى حرب يصعب التكهن بنهايتها في المناطق المحررة وبالذات في محافظة عدن، فهذا يعني أنه ربما قد توفرت قناعات مشتركة بضرورة إنهاء أسباب التوتر. وإنهاء أسباب التوتر لا يمكن أن تتم في تقديري إلا إذا أعيد الاعتبار للرئيس هادي ولسلطاته ولسلطات الحكومة الشرعية التي وجدت نفسها منذ أن عادت إلى عدن معزولة في قصر المعاشيق ليس لها أي تأثير على خارج محيط هذا القصر، مسؤولين نافذين في السلطة المحلية يدينون بالولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة عملوا خلال الفترة الماضية على تعطيل أي محاولة لاستعادة لممارسة الحكومة المركزية سلطتها في هذه المدينة، تعطلت تقريبا كل مظاهر الخدمات إلى أن وصلت الأمور إلى حد أن القوة التي تهيمن أو تحرس المطار تمنع هبوط طائرة الرئيس عبد الرب منصور هادي، ما اضطره الذهاب إلى سقطرى. كانت هذه يعني مواجهة طبعا وصل يعني كشفت المستور وأظهرت إلى أي مدى الوضع هش في عدن. والسؤال الآن يعني ما الذي في جعبة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هذه من أوراق حتى يفرض على الإمارات المتحدة العربية أن تغير سلوكها في اليمن وخاصة في مدينة عدن؟ أعتقد أن بالنسبة للرئيس عبد الرب منصور هادي لا يساوم فقط إلا بشرعيته، وشرعيته مهمة جدا لأن الذي أتى بالإمارات إلى اليمن هي شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، لكن أنا في تقديري أن هناك عوامل أخرى يعني حدثت خلال الفترة الماضية بما فيها تغير المواقف الدولية حيال اليمن وحيال المنطقة بشكل عام. الترتيبات التي كانت في السابق انتهت تقريبا، الإمارات اصطفت إلى جانب خطة أممية كادت أن تطيح بالرئيس عبد الرب منصور هادي، الإمارات تبنت موقف يقوم على فكرة التخلي عن دور عبد الرب منصور هادي وتمكين حتى القوى الإنقلابية من التواجد في السلطة، وهو أمر رفضه الرئيس عبد الرب منصور هادي بشدة. وأعتقد أنه لولا نهاية الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس أوباما لكان الأمر تطور إلى ما هو أسوأ، لكن الإدارة الجديدة ربما ساهمت في تغيير طبيعة النظرة لمسار الأزمة اليمنية. رأينا مثلا كيف أن مجلس الأمن اجتمع وأصدر قرارا يخص اليمن دون أن يثير أي خلاف بين أطراف بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، وكان قرارا مهما. هذا الأمر يأتي في سياق هذه الترتيبات. إذن هناك حاجة مشتركة في تقديري، حاجة إماراتية وحاجة تتعلق بالرئيس عبد الرب منصور هادي. الأمر يتعلق أيضا ربما أو ربما نتج عن اجتماعات الخلوة التي عقدت بين مجموعة كبيرة من المسؤولين السعوديين والإماراتيين، وبحثت ربما هل سيثمر ذلك عن تعاون بين الإمارات العربية المتحدة والرئيس هادي تحديدا بعد الخلاف والشقاق الذي وصل إلى المواجهة العسكرية؟ هل بهذه البساطة يعني سينتهي كل ذلك ويتحول إلى تعاون؟ أعتقد أن زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي للإمارات هذه ربما يعني خدمت معنويا الجانب الإماراتي، لكنها أيضا خدمت الرئيس عبد الرب منصور هادي. أي ترتيبات
لا يعني لا تنتهي إلى أن الرئيس وحكومته يمارسون صلاحيتهم كاملة على الوحدات العسكرية والأمنية الموجودة في عدن، فأعتقد أن أي ترتيبات خارج هذه النتائج لن تكون لها أي معنى. هناك حتى الآن بعض المعلومات رشحت عن فكرة أنه يمكن دمج الحزام الأمني الذي أنشأته الإمارات وقوامه بالآلاف طبعا، وهو الذي يفرض سيطرة أمنية شاملة على عدن، يمكن أن يصبح جزءا من أفراد الحماية الرئاسية أو القوى المعنية بحماية الرئيس. هناك أيضا أفكار تتعلق بإطلاق يد الرئيس والحكومة على المؤسسات السيادية في محافظة عدن، وهذه أمور أعتقد أنها طبيعية ولا تمس مصالح الإمارات التي تدخلت بثقلها العسكري الكبير في اليمن. إذا لم يتم الأمر بهذا الاتجاه فأعتقد أن الأمور ستبقى متوترة، ويمكن أن تفصح يعني الأيام المقبلة عن نتائج سيئة لا سمح الله. لكن أنا في تصوري وعندي ثقة بأن زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي لأبو ظبي ربما تسفر عن ترتيبات مقنعة، ويمكن أن تضفي على المرحلة القادمة نوعا من الاستقرار والثقة المتبادلة بين الرئيس الذي يبدو أنه يتكرس كشريك أساسي، خصوصا بعد أن منحت السعودية أكثر من 8 مليارات دولار للحكومة لإعادة البناء في اليمن. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي.